تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق الأمور كثيرة تهمكم وتفيدكم، يسعدنا استقبال مداخلاتكم خلال البرنامج. بداية أحب أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في الإخراج عيسى سبيل، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. خلال البرنامج نتطرق نفس ما قلت لكم مواضيع كثيرة صحية طبية إدارية. بخصوص أرقام التواصل ويانا مثل ما عودناكم 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. اليوم مواضيعنا متنوعة، بداية مثل ما عودناكم فقرة التقضية. اليوم الموضوع مهم وحلو، وايد ناس معتمدة عليه، وايد ناس ما أقولكم الطبغة بس مثل تعودنا أن نسويه كل ما ابتدينا نظام غذائي أو ابتدينا في برنامج صحي معين اللي هو هوس الميزان. طبعا الجميع، ما بالجميع أقولكم، بس معظم الناس عندهم هوس الميزان، وأحلى شيء يوم يتحقق اللي نباه. في ناس تبغي الرقم ينزل، وفي ناس تبغي الرقم طبعا يرتفع، وفي ناس تبغي الرقم يكون نفس ما هو. ويانا اليوم إن شاء الله الأستاذة نجلة درويش عبيد، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله نجلة. حياك الله حبيبتي، الله يسلمك. صباح الخير. صباح النور السرور. الله يسلمك. تكلمينا شوية عن هوس الميزان. إيه إن شاء الله. طبعا هوس الميزان الكل يسمع له، عادة يونا مراجعين إن نحن حابين نتبع نظام معين وحابين أوزاننا تنزل، فيتمون يعني يلعبون رياضة فترة ويتبعون النظام، بس كل ما وزنوا في ميزانهم يعني يشوفون إن الوزن ثابت عندهم أو إن جالس يزيد، صح، فيقومون يصابون بالإحباط إن ليش الوزن قاعد يزيد وليش الوزن مرات يكون ثابت ما جالس ينزل، يحسسون إنه يحسون ما حققوا أهدافهم. صح. الوقت يعني، ونحن نقولهم بتصبر يعني مثلا اتبعوا النظام متوازن وكل شيء، بس لكن في نزول لفترة معينة على حسب اللي هو تركيبة الجسم في النهاية، فقد يكون ان العضلة عندهم تزيد فهم يحسون ان الوزن يالس يزيد عندهم فيصابون بالإحباط. نحن من هالناحية نحاول نقولهم يعني هاي المقياس اليومي، يعني عفوا في ناس تقيس يوميا الصبح وبالليل عن نفس الميزان، يعني ليش الوزن ثابت ليش ما يالس ينزل وأنا متبع رجيم وأنا متبع نظام كذا يعني، أو أني أنا مثلا خلاص تركت بالجيم لكن نفس الشيء، لكن هذا خلاص يصير عنده مثل هوس. صح، يسوي مثل أن دائما يبون يعني يتأكدون نزل ما نزل، يعطيهم يأن تشجيع يأن يعطيهم تحبيط في تكميل البرنامج. أيوة يعني ممكن هم أحيانا بين يوم وليلة يشوفون الوزن مثلا نقص عندهم نص ولا كيلو، يقومون يشوفون لا بعد يوم يرد زاد، فنحن نقولهم في أوقات معينة نقيس على نفس الميزان لكن على الأقل في حدود مرة في الأسبوع، ويفضل يا حبذا أن لما الواحد يقيس يشوف على الأقل اللي هي نسب مثل ما نقول كتلة الجسم، لأن عادة المكونة من العضل من الدهون ومن الماء، فنحن نشوف شو اللي زاد في الموضوع، هل العضلات هي اللي زادت، هل كتلة الدهون هي اللي زادت، يعني شو اللي أثر على نظامهم. فمن هالناحية مثلا إذا حسين أن يعني العضلات هي اللي زادت فهذا شيء جدا جميل، يعني يزيد فرصة حرق الدهون حتى أن الواحد يعتمد على حسب نظامه. لكن في بعض الناس على سبيل المثال سووا open day وجبة مفتوحة اليوم، صح، وردوا وقاسوا عقب ثاني يوم أو بعد ما خلصوا الويكند شافوا أن طول الأسبوع كان الوزن ينزل، على هذا اليوم شافوا مثلا زاد 3 كيلو ولا زاد 4 كيلو فجأة، فنحن بعد نراعي الظروف أن هذه ممكن تصير احتباسات عندهم في الجسم في فترة معينة، أهملوا في شرب الماء،
كثروا فيهم ياكلون مثلا املاح زياده، مخللات، اتشار، من هالشغلات في وقت الاوبن داي مالهم او في وقت الوجبه. عاده احنا ما نقولهم حتى وجبه، نقولهم ان هي تكون وجبه مفتوحه مو طول اليوم، صحي، انهم هذا يقومون مثلا يتبعون النظام. لان اسمك اوبن داي فالناس تاخذ ان الثلاث وجبات تكون مفتوحه. فشو ايوه هي، شو الاساس من الاوبن داي او اليوم المفتوح في النظام الصحي؟ عادة احنا لما الواحد يبدأ نظام صحي بداية ما ننصح انه يتبع نظام الاوبن داي او اللي هي الوجبة اللي يعني ياكل اللي بخاطره، لان في البداية الجسم ما يكون تعود على النظام. فنحن نقول لهم اخذوا فرصة، بعد فترة لما نشيك الوزن نشوفه هل انه ثبت الوزن على ثبات، وان المراجع مثلا اللي حاب ينزل وزنه قاعد فترة يتبع نظام وكل شيء لكن شوية يصير في مقاومة لنزول الوزن، في هالحالة نقول لهم يعني افتحوا على وجبة، ولكن ليس الغرض انهم يزيدون كمية الوجبة، انه لا ممكن تطلعون برا اطار النظام اللي نحن عاطينكم اياه، بس تختارون البدائل الاخرى اللي تشتهي انفسكم يعني اللي حابين تاكلونها. فمو على طول اليوم، هني بعد فترة، بعد شهرين، بعد 3 شهور من اتباع النظام او اقل شيء شهر، الشخص خلاص يكون تعود انه خلاص مقلل الكميات، فما بيقوم ياكل زياده حتى على الوجبه المفتوحه. صح بيكون، يعني احنا بس هاي مجرد مفاهيم حبينا نعدلها للناس وللمجتمع بشكل عام صح، يعني. لان المعظم فاهمنها ان يوم كامل، ما بفاهمنها انك وجبه بس. ما هو اليوم كامل، فبيبدي ياكل سويت، حلويات، يشرب عصاير، ينسى شرب الماي، في هذا اليوم ما يتبع نظام رياضه او اي نشاط بدني. بالتالي من يعني خلاص من يخلص هذا اليوم ويروح على ثاني يوم شاف الوزن زاد. صح. يعني من يزيد الوزن بعد هذا الشيء اللي يصابون فيه بإحباط، يعني إنه لا كيف يعني الوزن يعني تزيد، قد يكون احتباس سوائل في الجسم، قد يكون فترة يعني الجسم فيها تعرض لجفاف حاد عندهم. فهالتغيرات البسيطة اللي نلحظها على الميزان يحب تأثر. ذلك ما تسبب لهم أي إحباط وما تخليهم يعني يستمرون على برنامجهم. وأول فترة نجلة بيكون نزول الوزن أسرع من بعد. اي بداية نعم، في البداية في بعض الناس يعني مو بالكل يكون نزولهم طبعا اسرع، لان خلاص هي مجرد احتباسات عندهم بدأت تزول عنها او خسروا شوية اشياء في البداية لما يعني انتظم جسمهم على 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 رذم نقول او على نمط معين، لكن بعد فترة شوية يحسون بصعوبة كونهم بعدهم ما يستمرون على البرنامج او على النظام اللي معطين. فكلهم حسب يعني كل حد حسب السعرات الحرارية اللي ياخذها، حسب احتياجاته، ان احنا بعد نراعي مثلا حاله المريض شو الاشياء مثلا، او المراجع اللي حاب ينزل وزنه، كل واحد حالته مختلفه. هي ممكن يعني حد يكون عنده نقص في الكالسيوم، حد يكون عنده نقص في فيتامين د، ان راعي الاسباب الثانيه، حد يكون عنده مشاكل بالغده الدرقيه، بالتالي في عوامل ثانيه داخله معانا في البرنامج، هاي لازم يتم مراعاتها. فعشان كذا احنا دائما نقول مو بكل حميه تنفع لكل كل الناس، يعني شخص حميه واحده ان الكل يتبعها، كل حسب حميته وحسب احتياجاته، بس ما يخلي هوس الميزان في مخه، يعني انه صح. بس هوس الميزان هذا اكبر غلط. هذا يوميا اصلا من يبتدي الواحد نظام غذائي، لانه يمكن اكثر شيء يعطي الشخص مثل ما اقول يعني مثل تشجيع، فعشان كذي معظم يعني الناس هي لكن بشكل يومي ممكن حتى في اليوم يقيسون 3 مرات، ولازم هذه الميزان صح هي. هي يتم عندهم يعني بالطلعة وبالنزلة رايحين مشيكين، حتى راجعين ما يكون على مشيكين. نفس الميزان، المشكلة يشيك في ميزان ثاني بعد، صحيح، يعني في مكان ثاني شوي تختلف القياسات. فيصبح شيء هوس، خلاص هوس عندهم، يعني إذا مر عليهم اليوم وما وزنوا في شيء غلط في الموضوع. صح. انزين، بالنسبة سؤال خطر على بالي، بالنسبة للثياب اللي يلبسها الشخص، يعني يفضل يكون بنفس الثياب اللي لابسنها أول مرة أول ما وزن؟ لأن صحيح، تعرفين حج يعني الثياب بعد لها وزن لها معين، دور. هي فنفس ما احنا قلتي انت عادة كتلة الراعي الجسم انت بتشيكين عليها، فبنعرف، بس واحد يشيك في البيت او في مكان ما عنده جهاز كتلة الجسم. صحيح، اذا حتى لو في كان في البيت نحن عادة الراعي يعني مثلا نقص نص كيلو على الاقل او 800 جرام من الوزن الكلي من وزن الملابس، بس اذا هو اذا الشخص يعني حاب يشيك على نفس الميزان يحب تكون الملابس خفيفه، هو يعرف يعني الملابس اللي هاي تلبسها ثقل فيها ما ثقل، على حسب انه ما يثقل بالملابس، الثقل طبيعي انه ينقص نص كيلو او كيلو حتى، فحسب تقدير الشخص.
قد ما يكون يعني هذا الوزن، لان بالفعل الملابس تاخذ شويه من الوزن، لكن احنا نقدرها في حدود 500 جرام مثلا او نص كيلو. نص كيلو تقريبا. هي يعني هذا بالمعدل يعني. بس يحب اذا انه يكون نفس الشيء تقريبا كل مره مثلا، حتى ترى الحرمه يعني القياسات تختلف من عباره صح لعباره ثانيه، صح في حتى عبايات الشغل ثقيله. فيهن يكون، فتكون ثقيلة. ايوه على حسب، فهاي ليش احنا الراعيه بعد في الوزن. نجلة، كلمة أخيرة للمستمعين. انا بس حابه انصحهم، حابه اني اوجههم ان لا يخلون هوس الميزان هذا في مخهم، وان الميزان مو معيار لاتباعهم من النظام الصحي. كون الشخص بدا نظام المفروض انه يستمر عليه بفتره، وبعد ذلك يقدر مع استشاره اخصائي تغذيه، مع استشاره طبيب من حيث التحاليل. لكن انا انصحهم انه ما ييأسون، انهم لازم يواصلون، لان هي في النهايه نمط حياه، صح نمط حياه صحي، صح فلازم يستمرون على الشيء. يعني لاقت نتائج في البداية ما لاقت، لكن في النهاية إلا الشيء ما يعود بنتيجة على صحتهم هم صح إن شاء الله. نجلة درويش عبيد، أخصائية تغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كل الشكر والتقدير أولا تحت لي الفرصة أني أتكلم في هالمواضيع، وإن شاء الله بالنسبة لنا دائما الناس يستفيدون منها. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيكم العافية، شكرا الله نجلة، يسلمك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، خليكم فاصل وراجعي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامجكم صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. تمكنت هيئة الصحة بدبي من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورات السابقة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل، والتي انعكست بشكل إيجابي على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. للحديث عن هذه الإنجازات يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور محمد. والنور والسرور يا دكتورة، إيش حالك؟ الله يسلمك، إيش حالك؟ الله يحفظك. الحمد لله. دكتور، ممكن تكلمنا أكثر عن مسرعات المستقبل وأهم الإنجازات اللي تحققت خلال الدورات السابقة بخصوص هيئة الصحة بدبي؟ مسرعات المستقبل، بس أساسا أعرف السادة المستمعين بعجالة، هي بدأت في 2016 جزء من مؤسسة دبي المستقبل. فكرة المسرعات أنها هي دورتين في كل سنة. أيوة. كل دورة مدتها 8 أسابيع. خلال ال8 أسابيع تنطرح تحديات جديدة في الصحة، أيوة، سواء كانت القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو فكرة تقنية أو ابتكارية أو أي شيء، بس يكون من نوع من التحديات المستقبلية، ونشوف الردود اللي تينا من العالم كله. وأقصد بالعالم كله الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي تبتكر حلول لهذه التحديات. نجيب هذه الشركات أو نجيب هذه الحلول عندنا في إمارة دبي، ونقعد ندرس معها هذه الحلول، وبحيث أن نوصل إلى تطبيق للحل ومواجهة هذا التحدي. الحمد لله من الأمور اللي أعتقد لاقت نجاح كبير هي الطباعة الثلاثية الأبعاد، الذكاء الاصطناعي، استخدامات هالتقنيتين في الصحة أعطانا بعد كبير على المستوى التقني. لكن إذا سألتيني عن الفائدة اليوم خلال الخمس أو ست دورات اللي مضت من مؤسسة دبي المستقبل لبرنامج المسرعات، بقول لك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الصعيد الفرق اللي عندنا في هيئة الصحة في دبي اشتغلت. أيوة. وعلى المؤسسات الثانية في حكومة دبي، أعتقد تسارع الفكر إلى صح. مواجهة التحديات وإبراز الحلول المبتكرة وتطبيقها، مش فقط كفكرة تظل على ورق، لا، تطبيقها. شفنا كثير من الحلول اللي على ورق كان شكلها شيء، ولما طبقناها كان شكلها شيء ثاني. تعلمنا الكثير، لكن هذا ما وقفنا. حد يقول لك هذا نوع من الفشل، انك انت الفكرة اللي جبتها اصلا لما طبقتها بطريقة ثانية. بالعكس، هذا نوع من ان انا بقول لك شو اللي ما بيشتغل، وبقول لك شو اللي بيشتغل انه اشتغل. صح، لأنك كتحدي وخبرة قبل حتى ما توصل للمشكلة وتعيشها، يعني تفكر للمستقبل وتعيش في المستقبل حتى قبل ما يجي هذا المستقبل. صحيح، بس المستقبل إذا ما يعني استشفينا نتائج اليوم صح وبسرعة، فبالتالي كلمة مسرعات
يمكن حد بيسبقنا إليه. صح دكتور، نسمع وايد عن الطباعة ثلاثية الأبعاد، كيف تم توظيفها في الهيئة وفي أي مجالات؟ الحمد لله تم توظيفها في كذا مجال، من أبرزها مجال الأسنان. طباعة القوالب تم توفيرها في مركز البدع الأسنان في دبي، بالتالي تم تقليص وقت الطباعة أو وقت صنع القالب هذا من 5 أيام إلى ساعة أو ساعتين. عدد القوالب اللي تم أيضا طباعتها 50 قالب في الساعة، قبل كان قالب واحد في الأسبوع يمكن. فهذه الأمور هذه أو هاي المؤشرات قالت لنا الطباعة ثلاثية الأبعاد شيء وايد زين، وفي كل مجال دخلنا له سواء كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد ما قبل العملية اللي هي طباعة الأورام أو طباعة المجسم ما قبل العملية اللي أدى إلى وضوح كبير أثناء العملية، لاقى نجاح كبير بحيث أن الجراح قبل ما يدخل العملية الجراحية عارف هو شو مقبل عليه، وحتى حاسبنها كم بتكلف العملية من وقت وجهد ومخدر وهذه الأمور. أيضا شفنا الطباعة ثلاثية الأبعاد في الأطراف الاصطناعية، شفناه في ساقين اصطناعيتين للأخت بلندا من بريطانيا وللأخ فهد من الإمارات، لأن لاقت إحسان كبير منهم هم اثنينهم، واليوم الشركات العالمية تنظر لهم كأوائل الحالات اللي لبست الأطراف الصناعية المطبوعة عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، وتأخذ منهم النتائج اللي شافوها وتأخذ منهم الفيدباك على أساس أنهم هم أيضا كشركات يطورون هذا المنتج. جميل دكتور، الحين وايد الكلام بخصوص الذكاء الاصطناعي ودخل في كافة المجالات تقريبا، الحين وين نحن في هذا المجال بخصوص الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي دخل في كثير من المجالات، حتى في البيت إذا تكلمنا عن الصحة الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يدخل في كل المجالات بدون أي استثناء، لكن أبرز المجالات اللي ممكن يخدمنا فيها هي المجالات اللي فيها أعداد كبيرة من لنفترض من الفحوصات مثل الأشعة، عندنا أحد مراكز اللياقة الطبية عنده يعني كمية هائلة من الأشعاعات توصل إلى آلاف يوميا، هني الذكاء الاصطناعي ممكن يخدمنا في قراءة هاي الأشعة، بدل ما يجيب 10 أطباء أخليهم يقرون هذه الأشعة، بالعكس الذكاء الاصطناعي عن طريق الخوارزمية أو الألغوريزم هو يقرأ النتائج هذه. هذا واحد إذا كان عندنا عدد كبير من الفحوصات. رقم 2 إذا كانت هذه الفحوصات أو هذه البروسيس متكررة بحيث أن الشخص العادي بيمل منها، الذكاء الاصطناعي ما يمل، هو جهاز ممكن يشوف لك آلاف إذا ما كانت ملايين من هذه البروسيس. رقم 3 إذا حبينا أن نخفض التكلفة، شفنا أن التكلفة عالية فالذكاء الاصطناعي يخدمها. الكثير يتوقع أن الذكاء الاصطناعي تكلفته عالية، هو العكس، الذكاء الاصطناعي تكلفته بسيطة وأيضا يوفر الكثير، فأنا أشوفه شيء ناجح جدا للمستقبل. رقم 4 إذا حبينا أن نحن نستخدم الموارد البشرية عندنا في أشياء أفضل، شو معناته؟ لو أن نحن اليوم الأطباء العشرة اللي أخذناهم كمثال في الأشعة، بدل ما يقرون 10,000 أشعة متكررة كلها يعني ما فيها شيء كلها طبيعية بالضبط، فالأطباء وأنتي دكتورة روش تعرفين أن الأطباء يبغون شيء نادر، يبغون يشوفون المرض النادر، يبغون يشوفون التحدي الجديد على أساس أنهم أيضا يتعلمون منه ويرفعون من معرفتهم ويحلون التحدي هذا بطريقة جديدة ومبتكرة. فإذا أنا وفرت عليهم الوقت هذا وقلت لهم ترى 10,000 هذه 9,500 منها بيصفيها الذكاء الاصطناعي، بقت 500 أشياء لكم أنتم، فأنتوا دققوا فيها 500. والحمد لله هيئة الصحة عملت تجربتين ناجحتين في الذكاء الاصطناعي، سواء كانت للعيون اللي تتأثر عن طريق السكري أيضا فيها ملايين من الصور، أو كانت الأشعة اللي تؤخذ في مراكز اللياقة الطبية اللي أيضا فيها آلافات من الصور، وشفنا النتائج اللي
قام بإعدادها الذكاء الاصطناعي أو الألغوريزم أو الخوارزمية هذه، وقارناها بنتائج الطبيب أو الشخص الطبيعي، شفنا النتائج مقاربة جدا يعني في التسعينات. لكن بعد أطمنش أقول لك لو نتيجة الطبيب اللي هو العادي الطبيب البشري 90% صباحا، يمكن على المساء ما تكون 90%، تكون أقل. فالإنتاجية الذكاء الاصطناعي بتظل 90% طول اليوم على مدار الساعة، فبالتالي حتى الذكاء الاصطناعي مو محتاج راحة، فممكن تشغله 24 ساعة. صح، شيء توفير توفير الوقت وتوفير حتى المانباور أو الموارد البشرية نفسها. دكتور، شو توقعاتكم للدورة القادمة في برنامج مسرعات دبي للمستقبل؟ والله كل جديد. نحن حاليا بندخل اجتماع مع الفريق وبنعمل عصف ذهني على التحديات الجديدة اللي مش فقط هيئة الصحة تواجهها، ولكن أيضا إمارة دبي والدولة تواجهها والعالم كله يواجهها. نحن اليوم نعمل بمنظومة مبتكرة بحيث أن هذه الابتكارات أو هذه المسرعات تطلع بفكر جديد من دبي إلى العالم إن شاء الله. نشوف التحديات اللي أمامنا. طبعا تونا طالعين من قمة كانت روعة، قمة القمم ما شاء الله، تعلمنا الكثير ما شاء الله. وسمعنا الكثير. فالتحديات أيضا لو سألتيني عنها قبل أسبوع يمكن كانت غير من اليوم. فهذه التحديات أيضا فيها متغيرات كثيرة، إذا عرفنا نوصل للتحدي المهم أتوقع بنوصل للحل المهم أيضا. دكتور، كلمة أخيرة توجهها خلال برنامجنا. والله أول شيء أشكركم يعني جهودكم على في إعداد هذا البرنامج، أنت والطاقم معك، سواء كانوا إدارة الإعلام عندنا في الصحة أو إدارة نور دبي. وأحب دائما أقول أن المسرعات أو التقنية أو الابتكارات هذه عامل مؤثر في حياة الإنسان، فيجب أن نستخدمها بطريقة صح، لكن ما تغنينا عن الإنسان نفسه. كثيرين بيسألوني عن الذكاء الاصطناعي وعن طبعة ثلاثية الأبعاد، هل هي بتسرق وظائف البشر؟ أطمنهم وأقول لهم لا، بالعكس بتخلق وظائف جديدة للبشر. صح، وتحديات أكثر بتكون. بالضبط. دكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة دبي، شكرا لك. الله يحفظك. شكرا دكتور. مستمعين الأعزاء، فاصل وواصل وياكم إن شاء الله. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. اليوم نفس ما قلنا لكم مواضيعنا متنوعة ومفيدة. تواصل هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء تنفيذ مشروع المسح الصحي للإمارة بهدف التعرف على الواقع الصحي في الإمارة والتغيرات والاتجاهات التي طرأت عليها منذ عام 2014. للحديث عن هالموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ محمد الملا، مدير إدارة المسوح والأطن الإحصائية بمركز دبي للإحصاء. صبحك الله بالخير أستاذ محمد. صبحت الله بالنور والسرور، يا مرحبا. الله يسلمك. يبارك فيك يا رب. الله يخليك. أحينا نسمع كثير عن المسح الصحي سواء في التواصل الاجتماعي، يعني ابتدت وايد يعني الإعلانات عن المسح الصحي. ممكن تعطينا فكرة عامة عن المسح الصحي؟ أكيد أكيد بإذن الله. أولا أنا أتشرف بتواجدي معكم في هذا البرنامج الشيق، شكرا. الحديث عن أحد المشاريع المهمة في إمارة دبي، وأكيد نحن سعيدين في مركز دبي للإحصاء بتنفيذ هذا المسح بالتعاون مع شركائنا في هيئة الصحة. في الحقيقة المسح الصحي يمكن يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية اللي يقوم فيها هيئة الصحة في إمارة دبي، وبشكل مثل ما تفضلتي دوري كل 5 سنوات. صح. بهدف الاطلاع على الواقع الصحي في إمارة دبي، ويمكن الخروج بمكتسبات تساهم في تطوير القطاع الصحي بشكل عام. في الفئة المستهدفة في هذا المشروع أكيد كانت هيئة الصحة حريصة على أنها تغطي أغلب شرائح المجتمع من الأسر الإماراتية والأسر غير الإماراتية، أيضا فئات مختلفة مثل فئة الأطفال
في الأعمار من يوم لين 17 سنة، فئة البالغين من العمر 18 لين 59، وفئة كبار المواطنين من عمر 60 وفوق، بالإضافة إلى فئة العمال. طبعا الفئات هذه والشرائح تم اختيارهم بأساليب إحصائية متطورة من قبل خبراء ومختصين في مركز دبي للإحصاء لضمان تحقيق أهداف هذا المسح. أيوة، بدأ المسح الصحي في 6 من شهر فبراير الجاري، لمتى بيستمر هذا المسح؟ نعم، الحمد لله بدينا نحن في المرحلة الميدانية، إن شاء الله بيستمر لغاية تاريخ 24/3. خلال هاي الفترة إن شاء الله راح تستمر زيارات الميدانية للأسر المستهدفة لاستيفاء البيانات وإجراء الفحوصات الطبية، مع العلم بأن هذه البيانات راح تخضع بعد المرحلة الميدانية لتدقيق ومعالجة وتحليل، وبعدها تسليم النتائج النهائية اللي متوقع إن شاء الله في شهر 4 إن شاء الله. أستاذ محمد، شو المؤشرات الصحية اللي يغطيها المسح الصحي؟ المسح الصحي طال عمرك ما في شك بأن البيانات اللي راح يتم الحصول عليها من هذا المسح بتكون خلينا نقول مساهمة بشكل رئيسي في قياس العديد من المؤشرات، مثل المؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة والمعدية، فيه المؤشرات الخاصة بأنماط الحياة الصحية، مؤشرات الإنفاق على الصحة، مؤشرات جودة الخدمات الصحية اللي تقدمها هيئة الصحة، أيضا المؤشرات الصحية لكبار المواطنين، وعندك مؤشرات الأمراض النفسية، وأخيرا مؤشرات التغطية بالتطعيمات. بتكون ضمن المسح الصحي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كل مسح صحي أو كل مثل ما نقول يكون له أهداف ونتائج متوقعة لهالمشروع قبل ما نبتدي، فشو الأهداف والنتائج المتوقعة لهذا المسح الصحي؟ يمكن أهم الأهداف اللي تسعى هيئة الصحة لتحقيقها من خلال هذا المشروع، أولا بناء قواعد بيانات عن الواقع الصحي في إمارة دبي. أيضا تلبية متطلبات خطة دبي 2021 الخاصة بقطاع الصحة والسلامة. أيضا من الأهداف الحصول على بيانات تفصيلية عن الخصائص الرئيسية لكبار المواطنين من عمر 60 وفوق. أيضا تعرف على مدى تغطية التطعيمات الخاصة بالأطفال من تاريخ ولادتهم لغاية 18 سنة. ممتاز. أخيرا يمكن التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام. بخصوص أستاذ محمد، بخصوص التعاون مع الباحثين الصحيين، شو الكلمة اللي توجهها للمجتمع خلال برنامجنا؟ نعم، طال عمرك مركز دبي للإحصاء كان حريص كل الحرص على تسخير كل إمكانياته وخبراته للمساهمة في نجاح هذا المشروع، سعيا منا لتحقيق رؤيتنا كإحصاء داعم لتحقيق السعادة والتنمية المستدامة. لذلك تم تشكيل فرق عمل تتكون من باحثين ميدانيين على كفاءة عالية وممرضين مختصين من هيئة الصحة. أيوة. لالي راح تكون بداية زيارة الأسرة. أيوة. ومن ثم أخذ بياناتها. راح يتم اختيار المستهدفين في الأسرة اللي تم زيارتها وإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل الوزن والطول والضغط والسكر. أكيد نتمنى من الأسر اللي راح يتم زيارتها انتهاز الفرصة للمشاركة والمساهمة في دعم هذا المسح من خلال توفير البيانات المطلوبة وإجراء الفحوصات الطبية، علماً بأن النتائج إن شاء الله راح توصلهم بعد الانتهاء من المرحلة الميدانية، ونأكد بأن البيانات السرية لا يمكن الاطلاع عليها إلا لأغراض المسح فقط. يعني أستاذ محمد، بتكون في موعد أو أن إخبار العائلة أن في مسح بيكون هذا اليوم لجاهزيتهم، ولا بيكون كأن زيارة ميدانية لنفس المكان؟ نعم، احنا بداية بدينا خلينا نقول الحملة الإعلامية من خلال قنواتكم
المشكورة طبعا المساهم الرئيسي في التعريف عن هذا المشروع. أيوة. من ثم بتكون في زيارات ميدانية للأسر، الأسر اللي بتوافق إن شاء الله في نفس اللحظة بتم اتفاق بياناتها وإجراء الفحوصات. أيوة. والأسر اللي ترغب في مواعيد أخرى حسب ما يناسبها طبعا نحن بنقوم بهذه الآلية على طول يعني. وبيكون الأشخاص اللي أو الباحثين بيكونوا مكونين من شخص واحد ياخذ المعلومات ولا أكثر عن شخص؟ نعم، فريق العمل بيكون مكون من مشرف ميداني، أيوة، باحث ميداني اللي يقوم باستيفاء بيانات الأسرة، وممرض مختص في إجراء الفحوصات الطبية من هيئة الصحة في إمارة دبي. وبالنسبة بعد المسح الطبي تكون طبعا المعلومات كلها سرية، وبعد المسح الطبي بيتلقون الأشخاص اللي قاموا بالمسح الطبي نتائج هذه الفحوصات كاملة. نعم، البيانات سرية وإن شاء الله النتائج بتوصلهم حسب رغبة الأسرة سواء عن طريق الاسمس أو من خلال البريد الإلكتروني. ممتاز، وها شيء وايد كبير وأثره بيكون كبير، فنرجو من جميع يعني فئات المجتمع التعاون وياه لأنه بيعكس أشياء كثيرة وأهداف كثيرة له. أكيد طال عمرك، أنت تعرفين اليوم التوقعات والمتطلبات كبيرة من القطاع الصحي. صح. والأهم من هذا أصلا توجه حكومتنا الرشيدة في جعل إمارة دبي وجهة رائدة في الرعاية الصحية اللي تقدم اليوم هيئة الصحة، صراحة عمل جبار يشكرون عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوعية والثقافة الصحية للحد من انتشار الأمراض أو حتى وضع خطط وقاية منها. وحتى نتائج هذه الفحوصات بتنعكس انعكاس كبير على المجتمع، مو بس على الفئة اللي صار لها المسح، يعني خدمات طبية بتطلع جديدة، أشياء كثيرة بتطلع جديدة تخدم هاي الفئة. ما في شك اليوم الهدف كبير والمتوقعات كبيرة ومن الضروري كلنا نتكاتف ونسعى في تحقيق أهداف ورؤى حكومتنا الرشيدة. أستاذ محمد، كلمة أخيرة حابة توجهها خلال برنامجنا. أنا كل ما يهمني تجاوب الأسر والمشاركة في هذا المسح، نتعاون كلنا في إنجاح هذا المشروع، ونأكد بأن أي ملاحظات أو استفسارات يمكن للجمهور الكريم التواصل معنا من خلال قنواتنا الرسمية سواء الهاتف المباشر 800-372 أو 044-436-3388 أو البريد الإلكتروني info@dsc.gov.ae. وأشكركم طبعا على اطلاع الجمهور على هذا المسح المهم من هذا المنبر المتميز، لأن صراحة واحد من أهم الأشياء المسح الصحي، يمكن ناس وايد ما بعارفة بهالشيء وتتخوف أنها تكون صريحة حتى في هذا المسح الصحي. صحيح. بس هو وايد مهم، يعني كل ما كان الشخص صريح، هاي معلومات سرية ما حد بيطلع عليها غير الأشخاص العاملين في هالمجال فيها، بالعكس يعكس أشياء وايدة، يخليك تفكر للمستقبل شو الأشياء اللي الناس تحتاجها أصلا في للفئات ككل مو بالفئة. فنرجو من الجميع التعاون مع الباحثين الصحيين اللي بيكونوا في المسح الصحي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد الملا، مدير إدارة المسوح والأطر الإحصائي بمركز دبي للإحصاء، شكرا لك. الله يحفظكم. العفو. معكم مستمعينا الأعزاء، نفس ما تكلمنا بخصوص المسح الصحي، واحد من أهم الأشياء، يمكن نحن ما أقولكم نتخوف بس ما بعرفين، يمكن كنا أهداف هالأشياء كلها، بس هذه نظرة مستقبلية، وكذلك حتى للواقع الحين نعرف في خلال المسح الصحي لفئات معينة في المجتمع أشياء وايدة صحية يمكن تكون مخفية ما بعارفينها، بس خلال المسح الصحي كلها تطلع، تكون معلومات سرية ما حد يعرفها غير الأشخاص العاملين فيها، بس
انعكاسها على الخدمات اللي تتقدم، انعكاسها على صحة المجتمع بعد تختلف، لأن خدمات جديدة يمكن تطلع، أشياء وايدة يمكن تكون موجودة ما كانت موجودة، أو موجودة بس بطريقة خفيفة بس تتوسع بطريقة أكثر. فنرجو منكم التعاون خلال المسح الصحي. ونفس ما قالكم ما نفس ما ذكر الأستاذ محمد، في عوائل اللي جاهزة على طول بياخذونها، واللي حاب موعد بعدين نفس الموعد يعني يتسوالها موعد بحيث تكمل في الفحص في المسح الصحي. عندنا مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم، هلا أخويا. مرحبا يا أختي، صبحك الله بالخير. هلا الحمد لله، الله يحفظك. أنا عندي تعليق بسيط على موضوع الحمية وتنزيل الوزن وما شابه ذلك. أنا ممكن تعرفنا بداية على اسمك؟ أخوي ممكن تعرفنا بداية على اسمك؟ وياك أخوك علي كبيسي. هلا أخوي علي، هلا. مو داخلتك؟ أنا أقول أهم نقطة بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع أن تنزيل الوزن وكذا، هي الإرادة. صح. إذا كان الإنسان عنده إرادة يصنع المعجزات. إذا واحد ما له خلق ولا وإن شاء الله باكر واليوم وهذا، معناته هذا الكلام ما منه فايدة. صح. أعتقد توزيع الوجبات الغذائية وايد مهم. الكمية تقلل من الكمية، لازم ممكن نسوي مثلاً 6 وجبات في اليوم، لكن كمية أقل. هني أفضل من يكون 3 وجبات لكن الكمية تكون شوي أكبر. واللي أهم من هذا أعتقد أنا نصيحتي بالنسبة للي يبغي ينزل وزن ويعرف إنه وزنه نزل ولا لا، لأن لما يعمل رياضة تكبر العضلة فيحس إنه ما نزل وزنه، فأنا أقول يشيك على ملابسه. إذا كان يلبس مثل أكس لارج، بعد فترة بيشوف يلبس لارج ولا نفس اللبس بعده ما زال نفس الشيء. فأنا أقول أحسن شيء، طبعا هذا من باب الطرفة، أحسن شيء إنه يشيك على موضوع الملابس أحسن ما يشيك على الوزن ويقول ما نزل وزني، مع أن العضلة كبرت عنده لكن هو نزل وزنه. نزل وزنه، قلت الشحوم، قلت السوائل، لكن هو ما يحس بهذا الشيء. نفس ما يلبس الملابس تتغير هذا الشيء. نفس ما ذكرت أستاذ نجلة، كتلة الجسم أكثر من أن نهتم، صح نهتم بالوزن بس كتلة الجسم هي اللي تتغير. نعم، كثير من الناس يعني يحس يسألك يقول لك يا أخي أنا ما نزل وزني، أتمرن بس ما نزل وزني. لا أخي، أنت العضلة تكبر عندك، فما تحس أن وزنك نزل، لأن العضلة كبرت، فالعضلة هي مكان الشحوم أو مكان السوائل اللي كان الزايدة اللي كانت عندك، فتحس أنه ما في فرق، الوزن هو هو، لكن شكلك من برا، جسمك من برا مبين أنه تغير يعني. والله يعطيكم العافية أختي. الله يخليك، شكرا على مداخلتك. ونفس ما قلت الإرادة أهم شيء، وهو مو كنظام يعني صار من التبع لجسمنا، هو كإرادة، وثاني شيء كتغيير نمط حياة. يعني ليش أبغى أغير نمط حياتي؟ بس عشان أنزل ولا عشان صحتي بعد؟ فإذا عشان صحتي بعد أستمر عليه فأغير نمط حياتي ككل. ونفس الشيء إذا أبغى أنزل وزني بس مع الصحة، خلاص دائما كنمط حياة أخذه، ما أخذ فترة ومثل اللي أحرم نفسي من أشياء وايدة وعقب أول ما أفتح أو أول ما أوصل لهدفي خلاص أخذ راحتي في كل شيء. فهو نفس ما قلت إرادة وتغيير نمط حياة بالكامل، أكثر من أنه بس في فترات معينة. شكرا أخوي علي على مداخلتك. عندنا فقرتنا الأخيرة بتكون عن دراستنا، دراسة شوية لها علاقة بمواضيع موضوعنا الأول اللي هو بخصوص الميزان، وبعد بخصوص الموضوع اللي يتكلم عنه أخوي علي الحين. هي معتقدات خاطئة وأخرى صحيحة في الطعام. عندنا أول واحد، تناول الطعام في المساء يتسبب في زيادة الوزن، أو جذور طماطم سامة، أو الخبز البني فقط هو الصحي. عبارات شائعة نسمعها، ولكن هل هي صحيحة؟ قناة دي دبليو الألمانية استشارت أخصائيين في الأمر فكان هذا التمحيص. أولا بالنسبة للخبز البني صحي أكثر من نظيره الأبيض، فيما يتعلق منتجات الحبوب مثل الخبز والمعكرونة الرز الدقيق يكون خيار الحبوب الكاملة الأفضل لصحتك، بحسب زيلكا ريستمير من جمعية التغذية الألمانية. أطعمة الحبوب الكاملة أكثر امتلاء وتحتوي على مغذيات أكثر من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض.
هل إعادة تسخين السبانخ أمر ضار؟ ما صح ذلك، إنها قاعدة قديمة للغاية وترجع لفترة لم تكن الثلاجات موجودة فيها، بحسب مونيكا بيشوف من الاتحاد الألماني لخبراء التغذية. والمشكلة ليست في إعادة تسخين السبانخ، ولكن في تبريدها ببطء، حيث إن البكتيريا في درجات الحرارة المتوسطة سوف تحول النترات غير المضرة إلى نترات مضرة. هل تحرم القهوة الجسم من المياه؟ تناول كوب من المياه مع كوب القهوة ليس ضروريا بحسب ريستمير، إذ أن القهوة مشمولة في توازن السوائل بالجسم مثل أي مشروب آخر. وفي ظل درجات الحرارة بوسط أوروبا، يجب أن يستهلك الشخص البالغ الذي لا يتحرك كثيرا نحو 2.5 لتر من السوائل يوميا. هل قشور الفواكه والخضروات مفيدة؟ هل توجد معظم الفيتامينات في قشر هل توجد معظم الفيتامينات في قشر الفواكه والخضروات؟ نعم، هذا صحيح. يقول ريستمير إن معظم الفيتامينات والمواد النباتية الثانوية توجد مباشرة في الجلد أو تحته، ولهالسبب من المهم تناول الفواكه والخضروات بقشرها، وتفوق الفوائد أي مخاطر صحية قد تكون موجودة بسبب المبيدات الحشرية المحتملة. هذا واحد من الأسباب اللي خلينا مرات نقشر قشور الفواكه بخصوص المبيدات والأشياء الثانية اللي تنحط فيها. هل الأطعمة المجمدة لا تفسد؟ ليس صحيحا. ويقول ريستمير ينصح بالتجميد كوسيلة لتخزين الغذاء على المدى المتوسط إلى الطويل، وإبقائها في درجات حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، فهذا سوف يحافظ على مغذياتها ونكهتها ومظهرها على الأغلب، ولكن الغذاء سوف يفسد مع الوقت، وفي مرحلة ما لن يعود طعمه جيدا. يعني حتى مثل التجميد يكون لفترة معينة، مو بأن سنوات طويلة. هل تناول الطعام في المساء يتسبب في زيادة الوزن؟ تقول بيشوف هؤلاء الذين يستهلكون الكثير من السعرات الحرارية يزيدون في الوزن، وهؤلاء الذين يستهلكون القليل من السعرات الحرارية لا يزيدون في الوزن. وبالنسبة للأشخاص الأصحاء ذوي الوزن الطبيعي، يكون من غير المهم التوقيت الذي يتناولون فيه الطعام، ولكن الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن يجب أن يحاولوا عدم تناول الطعام في المساء. يعني تعتمد بعد على الشخص، إذا كلت كميات كبيرة بالليل سعرات حرارية كثيرة أكيد وزني بيزيد، لكن إذا كلت أشياء صحية سعرات الحرارية قليلة الوزن الحمد لله ما بأنه بيتغير، يمكن ينقص ويمكن ما يتغير بتاتا. مستمعينا الأعزاء، شكرا لاستماعكم لحلقتنا اليوم الخميس، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. في ختام حلقتنا أشكر كل اللي شاركوني اليوم في الإعداد، حسني البلاونة، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج عيسى سبيل. شكرا لكم، إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.